السلام عليكم البنات، كداير لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم لكم فرماج منزلي وناجح 100%، يعني بلا ما تبقاي تاخدي على برا، وكي يعني لا بغيتي كميه ليا كثيره كتجي شويه قاصحه في الثمن. جيت اليوم غادي نصايب لكم واحد منزلي 100% وناجح، وكيخرج بكميه اللي هي كثيره. كنحتاجوا الفرماج، كنحتاجو هنايا نص معلقه ديال الملحه، كنحتاجو هنايا معلقه كبيره تكون عامره بالزبده، وعندنا ثلاثه ديال الفرماج. الفرماج ديري انت اللي بغيتي، هنايا درت ثلاثه ديال الفرماجات، وعندي هنايا نص اطر ديال الحليب، راه دافي، غايبان لكم انه راه دافي، راه كاين هنا شويه الدخان كيطلع، راه دافي، دفيتو، ما تخليوش البنات حتى كيغلى، غير دفيه فقط. وعندنا هنايا كاس ديال النشا، كاس ديال العنبة تقريبا ديال النشا، وعندي هنايا معلقة صغيرة ديال الخل، إلا كانت كتبان ليكم هانتوما، معلقة صغيرة ديال الخل. عندكم الخل الأبيض ديرو، عندكم الخل داك العادي ديرو، أنا درت غير الخل العادي هو اللي عندي هاد الساعة. وديك الكرطونة اللي خوينا ديال الحليب هي فين غادي نصايبو الفرماج ديالنا. نبداو على بركة الله. داك الحليب بالنسبه غتجيكم، تجيكم الدار مبدله، راني تحولت لواحد الدار واحده اخرى، داكشي علاش غادي تجيكم مبدله. كنتمنى حتى شي نهار ان شاء الله وندير لكم على ما نكمل، حيت راه يلاه تقريبا دابا واحد يومين تقريبا باش تحول دابا، وباقي ما كملتش. يعني كل مره كندير حاجه، كل مره كندير حاجه، يعني باقي ما قديت شحال حاجه، باقي ما درتهاش. منين غادي نكمل ان شاء الله، غادي ندير لكم تور في الدار، وغادي نزيد نخربكم مني كثر، وغادي نوريكم الدار، وكنتمنى تقبلوا عليا. يعني ماشي شي حاجه، وانما حاجه اللي هي بسيطه، والمهم هي راحه البال. الا كانت راحه البال راه كاين كل شيء، والا ما كانش راحه البال راه واخا تسكني في قصر راه ما غاديش تكوني مرتاحه. مهم هي راحه البال. عندي لكم واحد التور في الدار، وكنتمنى تعجبكم. نبداو على بركه الله. الحليب من بعد ما دفيتو مزيان كنزيد كاس ديال النشا، بسم الله، وكنخلطو مزيان، كنخلطو مزيان حتى كيذوب داك النشا، حتى كيذوب داك النشا باش ما يديش لنا داك الكوتات، حتى كيذوب النشا مزيان. المعاناة اللي كنت كنلقى انا في الدار الاخرى هي في بالخصوص في التصوير، ملي كنبغي نصور شي فيديو كي مع الحي الزنقه اللي كنت كنسكن فيها انايا، كانوا في الشارع كانوا كيعمروا الدراري بزاف، كانوا كيجلسوا الدراري بزاف، وشحال من مره كنت حتى الفيديو كنت كنقطعو بزاف. راكم عرفتوا الدراري ديال دابا، الهضره ديالهم تقريبا كلها يعني ما تقدريش تسمعيها، وما كنت ما كنت كنقطع الفيديو بزاف، كنبقى نقطع فيه، وملي كنجي المونتي كنلقى ملي كنجي نتفرج كنلقى ديجا الفيديو مقطع بزاف. وهاد الدار هادي لا يعني ما كاينش، ما كتسم الثقيل والكام وراحه البال، ما كاينش ديك الهضره، ولا يجي عندك الضيف تحشمي كاع هكا، تقدري تكوني غير جالسه معاه حتى كتسمعي في الزنقه شي كلمه ماشي هي هذيك كتحشمي كاع تشوفي فيه. هنايا لا، هنا الكام راحت البال، بالخصوص الا كنتي خدامه بحال دابا انا كنجي دابا من الخدمه، كنجي يعني فوقت ما بغيت الناس، الدنيا مكالميه ما تسمعي حتى شي حد نهائيا كاع. هانتوما البنات منين خلطت مزيان غادي نزيد ديك الزبده، وغادي نزيد الملحه، هنايا نص معلقه صغيره ديال الملحه. ديك الملحه البنات هي اللي كتخلي، هي اللي كتخلي داك كيعطي داك المذاق، خويت شويه هنا، هي اللي كتخلي تعطي داك المذاق ديال الفرماج، كاين شي شويه مالح. كنخلطو حتى كتذوب لينا ديك الزبده،
نزيد الفرماج، درت 3. بغيتو نتوما تستغناو عليه وديروا فرماج احمر ديروا حتى هو راه كيجي رائع، كيجي زوين هو الفرماج احمر. الا بغيتو ديروا فرماج احمر ديروه. وبالنسبه للفرماج والزبده يكونوا على درجه الحراره، على درجه المطبخ، ما يكونوش باردين بزاف باش ما يعذبوناش ملي نبغيو نذوبهم هكا يجيو. حيت ديجا الحليب ما تيكونش غليان، تيكون غير مدفي وصافي، ما خاصكمش تغليوا البنات الحليب باش تنجح ليكم. الا غليتو راه تقدر ما تنجحش ليكم، الاحسن ما تغليوش غير دفيوه. الله يجعل البركه. انا عندي هنايا الفرماج ولا الزبده راني ما يعني ما دايرهمش، ديجا مخرجهم قبل صافي. ولا كنخلطو مزيان، هو الفرماج راه ما غاديش يبغي يذوب. المهم غير غادي نخلط مزيان، ملي غادي نسالي غنضربو بداك الميكسور حتى يزيدو، وعاد غادي نردو في البوطة على عافية مهيلة، وغادي نخليه حتى يبدا يعقد ليا، وعاد غادي نخويه في هذا ديال الحليب، وغادي نحطو في الثلاجة مدة 3 ديال السوايع حتى يتجمع، وعاد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. غير جربوها البنات راه كيجي رائع واقتصادي، كيخرج كيميائية كثيرة، حاجة اللي هي مصايبها بيديك ماشي بحال شاريها على برا. هاكا شو الدراري الصغار عزازين عزازين عليهم الفرماج. ونمشي نجيب الميكسور ونرجع ليكم. نتوما البنات مشي جبت الميكسور وجيت، من بعد ما خلطتها مزيان غنزيد نخدم الميكسر باش نزيد نتاكد اكثر باش ما تكونش هنايا. نقلب هنايا التصوير قرب لكم التصوير باش يجي يبان لكم اكثر. صافي دابا راه صايبتو. هانتوما البنات هاكي كيجي، كي راه كيجي خفيف، كنديرو دابا على عافية مهيلة حتى كيعقد. كنبقى نخلط فيه، هادي جات بعيدة على البوطة ما عنديش فين نعلقها تما كاينة. كنبقى نخلط فيه حتى كيعقد، ما نحبسوش البنات على التحرك باش ما يمشيش حدا دغيا غادي يتحرق لينا. الا مشينا تحبسنا على التحرك داك المشا كيهبط لتحت ودغيا يمشي يتحرق ولا شي حاجه. نبقاو نحركو هكايا حتى كيتقال لينا، وكنخبيوها في الكارطونه ديالها ونحطها في الثلاجه مده 3 السوايع. نوريكم كي كيجي الشكل ديالو. هانتوما البنات هانتوما هاكي كيجي، سيرا شادة التليفون بالمقلوب هاكي كيجي. انا نقطع البنات ونقاد ليكم هذا. هانتوما البنات
كنبقاو نحركو حتى كيعقد لينا ونبقى شاده حيت راه ما عرفتي فين نسقها مسقا البنات غير في الغلاي والله الا مسقا ليكم غير في الغلاي لو حتى طاح التليفون مشى كلشي هانتوما باش تعرفوا المعاناه دابا راه كان واحد كيشوف فيديو كيقول ايوا صافي راه فيديو صافي لا راه فيديو راه كيبقى تابعك التليفون كيبقى تابعك باش ما كتفلت حتى شي حاجه خاصك تصور لي طاب كلهم باش الواحد اللي كيبغي يصايب ديك الحاجه ولا هذا كيتبعك مرحله بمرحله كيشوف كيفاش صايبتيها وكيفاش درتي لها. المهم هانتوما راه بدات كتقاد كي كتجي صافي الله يجعل البركه راه تقالت هانتوما هاكي كتجي شتو هاكي كتجي خاصني نسرب عليها دغيا نحركها قبل ما ندير دوك الكوتال هانتوما هاكي كتجي خاصكم البنات تحركوها مزيان حيت الا ميتش عليها غير شي شويه كتربي بحال كتولي كملوفه كلها بحال الكرات بحال كتجمع هانتوما البنات شتي كي كيجي هانتوما دابا غادي نخويها في الكرطونه خليكم معايا دابا غندوز التليفون الجهه الاخرى باش نوريكم غادي نخويها في الكرطونه دغيا قبل ما تبرد حيت خاصني نزرب عليها دغيا هانتوما هاكي كيجي القوام ديالها كي كيجي كنزيد عليها دابا هاد المعلقه الصغيره ديال الخل ها هي حيت داك الخل هو كيعطي واحد المذاق بحال ديال داك المذاق ديال الفرماج ديك واحد الحموضه كتكون في الفرماج داك الخل هو اللي كيعطي لها وما نعاودش لكم زاد الريحه ريحته زوينه وريحه الفرماج نيت هانتوما البنات كتخلطو مزيان كتكون ثقيله صافي غنخويوها دابا هنايا بسم الله هادي خدمي باي حاجه بنات عندك في الكوزينه خدمو بها انا هادي راه ديال البغرير ما عنديش الاخرى باش ديك البانسو باش كتهزي بحال اللي كتخدمي بها لي كيك والحلويات لا كريم باش كتزيني وداكشي كنخدم انا باللي عندي باللي متوفر عندي ماشي مشكل اوبس هانتوما غير انت خاصك تزربي عليها قبل ما تبرد حيت الا مشات تبردات كتجي صعيبه انت باش ما يكونش فيها شي فراغ لداخل كضربيها هكا مزيان باش نزيد نتاكد اكثر نضغط عليها بحال هكايا صافي الله يجعل البركه ودابا كنخليها في الثلاجه مده 3 سوايع على ما يوجد لينا وغادي نوريكم الشكل النهائي هاكي كيجي كتجي عامره هادي هاكي كيجي نحطها دابا في الثلاجه مده 3 سوايع وغادي نرجع لكم وغادي نوريكم الشكل النهائي كي كيجي
هانتوما البنات من بعد ما برد راه ما خليتوش انا 3 تسوايع نيشان. المهم نحاول نحيد دابا من هنايا، ما عاد فين حطيت المقص حيت شحال من حاجه باقا ما باقا في الكراطن. قطعت دابا غير بالموس، نحاول بشويه من الاحسن المقص باش ما كيخسر ما مش ما كيتقاس ما حتى شي حاجه من الداخل. جربوا هاد البنات راه كيجي ناجح، عندكم مناش تخافوا راه ناجح 100%. هاكي كيجي هانتوما البنات هاد الشكل ديالو، هاكي كيجي ناجح في 100%. و يعني فانا قطع ليكم وتشوفوا كي كيجي. راح كيجي طري كيجي رائع كيجي زوين بزاف. هانتوما هنا نوريكم هنا كي كيجي هانتوما البنات. دابا غادي نقطعو باش تشوفو السمك ديالو كي كيجي. هانتوما غتخليو في الثلاجة كثر. هانتوما البنات هاكي كيجي الشكل ديالو، هاكي كيجي هانتوما راه كيجي رائع. هانتوما كنتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. وبالنسبه للبنات اللي ما مابونيش كنتمنى تابونا وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.